بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس، كانوا في جهالة جهلة وضلالة عمياء. فاليهودية والنصرانية قد دخلها التحريف والوثنية وتبديل وتغيير دين النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام، ولم يبق من المستقيمين منهم إلا قلائل من أهل الكتاب، انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب أيضا من أسوأ الناس وضعا، فكانوا متفرقين من ناحية السياسة، ليس لهم قيادة تجمعهم، وإنما يحكمها الحكم القبلي، فكل قبيلة لها رئيس ولها كيان. كانوا يتناحرون فيما بينهم، يغير بعضهم على بعض ويستحل بعضهم دماء بعض وأموالهم في غارات وثارات وقتال وسلب ونهب، لأنهم ليس لهم جماعة تجمعهم ولا إمام يلم شعثهم. وكانوا من الناحية الاقتصادية من أفقر الأمم، كانوا يعيشون على الرعي، رعي الإبل والأغنام، تصيبهم سنين الجد فتتلف أموالهم ويفتقرون. كانوا ناحية الحلال والحرام لا يميزون بين حلال وحرام، وإنما يتمشون على العوائد، فكانوا يستحلون الميتات، يأكلون لحم الميتة، ويأكلون كما يقول أحدهم ما هب ودرج من الحيوانات والحشرات وكل ما درج على وجه الأرض، لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا طيبا ولا خبيثا. هكذا كانوا من الناحية الاقتصادية. الناحية العائلية كانوا يظلمون النساء ويتزوجونهن بالإكراه، ويعضلون الموليات ويتحكمون فيهن، ويتزوج الرجل العدد الكثير من النساء ولا يعدل بينهن. كانوا يحرمونهن من الميراث ويقولون الميراث لا يكون إلا لمن ركب الخيل وحمل السلاح، يحرمون النساء والصبيان من الميراث. وكانوا يخافون من الأولاد وكثرتهم، يخافون الفقر والعيلة، فكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، فكانوا يقتلونهم خشية الفقر. وكانوا يقتلون البنات شر قتله، لأنهم يزعمون أنهن يأتين بالعار على أهلهن، فيدفنونهن تحت التراب وهن حيات فرارا من العار، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون
يعني هل يبقيها حية على هوان وذلة أم يدسه في التراب، يعني يدفنها حية وتموت تحت التراب؟ ألا ساء ما يزرون. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت التي تدفن وهي حية تموت تحت التراب فرارا من العار بزعمهم. وفريق منهم يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام والأوثان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليلبسوا عليهم دينهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. هذه سيرتهم السيئة. وكانوا في الدين، كانوا في الديانة من أسوأ الأديان. كانوا يعبدون آلهة متعددة، يعبدون الله جل وعلا بأنواع من العبادات، ولكن يشركون معه غيره من معبودات كثيرة. منهم من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأولياء والصالحين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يعبدونهم بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، يتوسطون بهم عند الله في قضاء حوائجهم. هذه حالتهم الدينية وحالتهم السياسية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم الأسرية. فكان العالم يغط في ظلام دامس. ثم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين يدعوهم إلى الله عز وجل، وأنزل عليه القرآن، أنزل عليه الوحي. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحيدا في عالم متلاطم، يدعو إلى الله. تدرج في الدعوة صلى الله عليه وسلم، تدرج معهم، وكان يسلم من الناس الأفراد حتى تكون حوله جماعة، ثم زادوا. ولكنهم يلاقون الاضطهاد من المشركين في مكة، أشد الاضطهاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه صبروا على هذا الكفار وتحملوا، وكانوا يتزايدون ويزيد ضغط الكفار عليهم، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي النهاية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، إلى إخوانهم الأنصار في المدينة، فتكونت للإسلام دولة عظيمة من المهاجرين والأنصار، وكثر المسلمون، فصاروا يهددون الكفار في ديارهم وفي منازلهم. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، غزاهم بجيش الإسلام غزوات كثيرة وسرايا، حتى أظهر الله هذا الدين، وانتهى الأمر بفتح مكة. دخل الناس في دين الله أفواجا، وحانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون، فنشروا هذا الدين في المشارق والمغارب بعد الدعوة إلى الله، وامتدت دعوة الإسلام على المشارق والمغارب. دخل الناس في دين الله أفواجا. وضرب الله لذلك مثلا بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الزرع هو الماء ينبت ضعيف ورقة واحدة، ثم الورقة هذه تكبر، ثم يتكون حولها فراخ، ثم يتكون حولها أغصان كثيرة، ثم تثمر. هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه، فآزره
يعني قواه، فاستغلظ يعني قوي، فاستوى على سوقه، ارتفع على سوقه وعلى قصبه واستعلن وتكامل، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أمة محمد ومن صحابة رسول الله هذا كافر، بدليل قوله ليغيظ بهم الكفار، قد غاض الله بهم الكفار، ولا يزال الكفار في غيظ من الإسلام ومن أهله. فلما رأى الكفار قوة الإسلام وانتصاراته وظهوره أخذوا يدسون الدسائس على المسلمين، فظهرت دسيسة النفاق وهي إعلان الإسلام ظاهراً وإبطان الكفر لأجل المكر والكيد للمسلمين. فظهر المنافقون، لما قوي الإسلام ظهر المنافقون وصاروا يكيدون للإسلام وصاروا يستغلون الفرص من أجل النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن في سورة براءة وفي غيرها. فخابوا وخسروا وانتصر الإسلام، وكشف الله سرائرهم وفضح ضمائرهم وأعلن نياتهم، فلم يصبحوا خفيين على الناس بل افتضحوا والحمد لله. أراد اليهود أن يدسوا على الإسلام دسيسة أخرى، فأسلم، أظهر الإسلام رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فأرسلوه إلى المسلمين في المدينة، فجعل هذا اليهودي الخبيث يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويجتمع حوله بعض الشباب وبعض الأوباش، وصار يتنقل من بلد إلى بلد، وإذا فطن له هرب إلى بلد آخر. اجتمع حوله من أوباش الناس ومن الطغمة والجهال من اجتمعوا، فجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه، يظنون أنهم بذلك يقضون على الإسلام، وقتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا. فقام بالأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قام بالأمر الخليفة الرابع، فهم لا يزالون على شرهم، اندسوا بين المسلمين وصاروا يوقدون الفتن، يوقدون الفتن، فظهرت فرقة الخوارج، كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا أكابر الصحابة، وقتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا الزبير بن العوام، قتلوا طلحة بن عبيد الله، وقتلوا من الصحابة من قتلوا. أولئك هم الخوارج، نجموا عن فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، ولكن لم يضر الإسلام ولله الحمد. ثم تآمروا على علي رضي الله عنه وقتلوه، لكن بعدما قتلهم ودحر شوكتهم في وقعة النهروان، فإنه قتل منهم مقتلة عظيمة، وذلك مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهورهم، وأن الله جل وعلا يسلط عليهم المسلمين، فقتلهم رضي الله عنه شر قتله، دحر شوكتهم، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقتلوه وظنوا أنهم بذلك يقضون على الدين والإسلام ويفرقون المسلمين، ولكنهم الحمد لله خابوا وخسروا، فالإسلام ما زال في عز. آل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، فقاد المسلمين قيادة حكيمة، واجتمع الناس حوله وسد الطريق على هؤلاء، فسمي تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له لعام الجماع، اجتماع المسلمين وقوة المسلمين، فلم يفلح هؤلاء الخوارج ومن وراءهم من أعداء الدين. لكن فتنة الخوارج لا تزال تتوقد فترة بعد أخرى، لأن أعداء الإسلام يوقدونها بكل وقت، فاليهود والنصارى والكفار يستغلون شباب المسلمين الذين فيهم الحماس وفيهم الغيرة، فيوقدون فيهم هذه الغيرة وهذا الحماس حتى يخرجوا إلى الغلو والتطرف، ويصبحون حربة
في نحور آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم المسلمين. ومن ذلك ما نشاهده الآن من هذه الفئة الضالة التي خرجت على المسلمين تفجر المباني وتقتل وتحصد الأرواح من المسلمين والمعاهدين وتتلف الأموال وتروع الآمنين. هذا امتداد لتاريخ الخوارج، ومن ورائه اليهود الذين أنبتوهم في الأول وسقوهم ودسوهم، هم الذين يحركونهم الآن بأيدي خفية ومنظمات سرية، يريدون بذلك الطعن في الإسلام والكيد للمسلمين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره. فهذه الفئة مخذولة ولله الحمد، هذه الفئة مخذولة فيما على مدار التاريخ، ما نجحوا في قضية ولا انتصروا في معركة، وإنما هم دائما ينخذلون ويذلون ويقضى على قوتهم على مدار التاريخ. فلا نستغرب ما يحصل الآن إذا قرأنا التاريخ ورجعنا إلى أصول هذه الفئة الضالة، فإنها ممتدة من سلسلة قديمة يغذيها اليهود ومن شايعهم من النصارى وغيرهم ليقضوا بها على الإسلام وليصدوا عن سبيل الله. ولكن الإسلام ولله الحمد يأخذ طريقه إلى النفوس ويأخذ طريقه إلى الناس، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، ولله الحمد والمنة. وهذا نتيجة الاختلاف، هذا الذي يحصل هو نتيجة الاختلاف. فهؤلاء اختلفوا مع ولاة أمورهم واختلفوا مع مجتمعهم وانحازوا إلى المشبوهين واعتنقوا الأفكار الخبيثة، يظنونها حقا ويظنونها جهادا ويظنونها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهي في الحقيقة هي المنكر العظيم. والجهاد في دحرها، الجهاد هو في دحرها، كما دحرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بقتالهم وقتلهم وإنهائهم. الرسول هو الذي أمر بهذا، قال أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالجهاد إنما هو في قتالهم وكف شرهم عن المسلمين. فهذا نتيجة، هذا الذي حصل نتيجة لأن طائفة من شباب المسلمين انخدعوا لهذه الأفكار ولقنوا أن مجتمعهم كافر وأن ولاة أمورهم كفار وأن الناس غيروا دين الإسلام، خدعوهم بهذه الشبه وعقولهم لم تنضج بعد، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فعششت هذه الأفكار في أدمغتهم، غسلت أولا من العلم الصحيح وفصلوا عن مجتمعهم وعن علمائهم ولقنوا هذه الأفكار فصعب اقتلاعها منهم. هذا نتيجة الاختلاف ومعصية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى هو الوسيلة لنصرة الإسلام والمسلمين وقمع كيد الكائدين. وهذا لا يتم، الاجتماع لا يتم إلا بطاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور عند الاختلاف، وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب.
فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر بالتمسك بأمرين عند هذه الاختلافات، أمر بالتمسك بأمرين: الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين، الأمر الأول طاعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه، الأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الذهاب إلى الآراء والأفكار والنحل التي تدس بين حين وآخر على المسلمين. عندنا السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالتفرق يحسم بالاجتماع على طاعة ولي أمر المسلمين، والاختلاف يحسم بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى رأي فلان وقول علان، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة لا يتطرق إليها الخطأ، كما أن القرآن أيضاً لا يتطرق إليه خطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاعتصام بالكتاب والسنة هما النجاة من الفتن والأفكار المنحرفة الضالة. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أن هؤلاء الذين لبس عليهم الأمر رجعوا إلى علمائهم ورجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله لما توغل فيهم هذا الفكر المنحرف، ولكنهم بالعكس اغتروا بهذه الأفكار وظنوها حقا واستنصحوا الخائنين وتركوا الأمناء، فصار مصيرهم كما ترون وكما تسمعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لا نستغرب إذا حصل هذا في بلاد الكفار ومن شباب الكفار مع دولهم، ففيها الإرهاب وفيها التخريب، لكن لا نستغرب هذا لأنهم ليسوا على دين وليس لهم مرجع يرجعون إليه من كتاب الله وسنة رسوله. أما المسلمون يستغرب منهم هذا، وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم العلماء الربانيون الذين يدلون على الخير ويرجعون الأمور إلى مراجعها الصحيحة، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته تبعتم الشيطان إلا قليلا. فيجب أن يرجع إلى أهل العلم، أولي الأمر هم الولاة والعلماء، يرجع إليه الولاة من ناحية السياسة والعلماء من ناحية المسائل الفقهية والعلمية، فيرجع إليهم فهم ينهون المشكلات بإذن الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو أن هؤلاء الشباب هداهم الله وردهم إلى الصواب، لو أنهم رجعوا إلى علمائهم وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأخذوا بما يرشد إليه علماؤهم أخذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا رجعوا إلى الجادة الصحيحة. دين الإسلام دين الاجتماع في كل أحوال، في العبادات أمر الله بالاجتماع في العبادات،
فأمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في الفرائض خلف إمام واحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك صلاة الجماعة، وحث على صلاة الجماعة من أجل أن يتعود المسلم على الاجتماع مع إخوانه والائتلاف، يتربى على طاعة القيادة الإسلامية. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد، فصلاة الجماعة فيها تربية للشباب ولغيرهم على الاجتماع والائتلاف، وإذا تكرر هذا في اليوم والليلة 5 مرات أثر هذا في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي تفكيرهم، وسأل بعضهم بعضا وتآلفوا وتعاونوا. أما لو صلى كل واحد منفردا أو هرب عن المساجد فإن الشياطين تقتنصه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. ولهذا تجد هؤلاء الضالين المنحرفين يفرون من المساجد حتى اعترفوا أنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، ينفرون من المجتمع ومن المساجد. هذه نتيجة نفورهم من المساجد ومن الالتقاء بالمسلمين واستماع الدروس والمحاضرات وتلقي العلم في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء ينفرون من المساجد إلى السراديب المظلمة وإلى الكهوف البعيدة، وينفرون من الاجتماع بأهل الإيمان وأهل العلم إلى الاجتماع بأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة. وهذه هي النتيجة وهذا هو الحصاد. وكذلك من أسباب الاجتماع طاعة ولي أمر المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. حصول النزاع والاختلاف لا بد منه، لكن يحسم هذا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويكون هذا على أيدي أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسول، يرجع إليهم في حل النزاع على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالمؤمن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويأخذ ما دل عليه الدليل الصحيح، هذا المؤمن. أما غير المؤمن فإنه لا يرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجع إلى هواه ويرجع إلى ذوقه ويرجع إلى أهل الضلال، ما يرجع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى أنظمة الأحزاب والجماعات، ولا يرجع إلى نظام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب انحراف هذه الفئة الضالة، أنها تركت الوصايا الإلهية، وصايا الله، وصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعزلوا وانخزلوا وانحازوا إلى أعدائهم. هذا من العجائب، أنك تنحاز إلى عدوك أنت مسلم، المسلم يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن تنحاز إلى عدوك الخداع الماكر الذي هو ضدك وتستنصحه، فهذا من عمل بصيرة، هذا من عمل بصيرة ومن الخذلان. ثم قال جل وعلا: ذلك خير، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر خير، خير من مخالفة الكتاب والسنة ومن معصية ولاة أمور المسلمين، وأحسن تأويلا، أحسن مآل وعاقبة، أحسن مآلا وأحسن عاقبة على المسلمين، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين تؤول إلى خير وإلى عاقبة حميدة. أما معصية الله، معصية رسوله، معصية ولاة أمور المسلمين، فإنها شر مآل وشر عاقبة والعياذ بالله. وهذا مجرب على مدار التاريخ كما هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله، فهو
مجرب وواقع على مدار التاريخ. فما من فرقة ضلت وانحرفت وصالت وجالت إلا آل أمرها إلى البوار والخسار، وما من فرقة اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا آل أمرها إلى خير وإلى هداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ولما سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن ماذا يعمل إذا ظهرت الفتن وظهرت الاختلافات والتناحر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن والاختلافات، أننا نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين حتى نسلم من الشرور والفتن ودعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإنما النظر إلى منصبه، منصبه خلافة إمامة للمسلمين فتجب طاعته ولو كان منظره لا يعجب الأنظار. العبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالحقائق. ولي الأمر وإن كان ليس كاملا، ما يشترط في ولي الأمر الكمال، ما يكون عنده أخطاء ولا يكون عنده شيء من المخالفات، بل يطاع ولو كان فاسقا لم يصل إلى حد الكفر. وإن كان عنده مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنها تجب طاعته مع المناصحة له، مناصحة. وأما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا هو المنكر، الخروج عليه هو المنكر. لماذا؟ لأنه يترتب على الخروج مفاسد عظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء. فالصبر على ما عند ولاة الأمور من النقص أسهل مما يحصل الخروج عليهم من المفاسد. ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام. أمرنا بالصبر على الجور الولاة، وأمرنا بطاعتهم ولو حصل عندهم شيء من المخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، ما لم تروا كفرا بواحد. قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصى الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أو في رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلع ربقة الإسلام من عنقه. كان في الأول مربوط مع جماعة المسلمين مثل البهائم التي تربط بالأربطة وتعقل، فإذا خرج عن الجماعة انحل رباطه وتعرض للضياع، تعرض للسرقة والأعداء. أما ما دام مرتبطاً بالرباط فإنه أضمن لبقائه وحفظه، قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فيجب أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن ضد هذه الشرمة الضالة، حتى يسلم المجتمع المسلم من شرهم ويرتد كيدهم في نحورهم. فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجب أن نتعاون وأن نتناصح وأن ندرأ الشر عن المسلمين. الأمن لمن هو؟ الأمن لي ولك ولفلان وفلان. أنت نائم على فراشك وولاة الأمور ورجال الأمن يدافعون ويسهرون الليل
وأنت نائم على فراشك. إذن الأمن هو ولاة الأمور، والأمن ولا الأمن أول شيء لك أنت؟ ففكر في هذا، فإن الاعتداء على ولاة الأمور وعلى رجال الأمن اعتداء عليك وعلى محارمك وعلى بيتك، فعلينا أن نفكر في هذه الأمور. لكن العلاج لهذه الفئة الضالة أن يتحاور معهم لرد شبهاتهم، ربما يكون عند بعضهم اشتباه يظن أنه على حق فيبين له ويناصح إذا أمكن ذلك لعلهم يرجعون. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج في النهروان حتى أرسل إليهم ابن عمه، أرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر الخوارج وجادلهم ورد شبهاتهم ورجع منهم عدد كثير إلى الصواب. يجب التفاوض مع هؤلاء الذين فيهم بقية من إرادة الحق، أما الذين استعصى عليهم الأمر وعميت بصائرهم فلا حيلة فيهم، لكن من يريد الحق فإنه يبين له. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنكون مع ولاة أمورنا في قتال هؤلاء ودفع شر هؤلاء إذا لم يستجيبوا للصلح ولم يستجيبوا للحق، نكون مع ولاة أمورنا، وهذا جهاد في سبيل الله. فقاتلوا، هذا أمر الله جل وعلا، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني رجع، وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. علينا أن نحفظ أولادنا، نأخذ عبرة مما حصل، كفى الإهمال، كفى التشيب، علينا أن نأخذ بأولادنا من الضياع ونربيهم على الخير وعلى الاجتماع وعلى تعلم العلم النافع، ولا نتركهم يذهبون إلى هذه التجمعات المشبوهة والخلوات الضالة والأفكار المنحرفة. علينا أن نحتفظ بأولادنا وأن نتعاون على حفظهم وأن لا ندعهم فريسة لهذه الأفكار ولهؤلاء المضللين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ويخشى على أمته من منافق عليم النفاق يجادل بالقرآن. هؤلاء لهم حجج، لهم حجج يظنها الجاهل أنها حق، وهي سراب إذا قابلت النور هي سراب يضمحل، وهي دخان يتفرق، فإذا قوبلت بالحق ضاعت وذهبت، فهي شبهات وليست أدلة ولا حجج، وإنما هي شبهات، والشبهات تعالج، تعالج بالأدلة على يد علماء المسلمين وعلى يد العقلاء. علينا أن نحفظ أولادنا من هذا التسيب وهذا الضياع والانخداع، لأنهم خدعوا شباب المسلمين في الفترات الماضية تحت مظلة العمل للإسلام، تحت مظلة الجهاد، تحت مظلة العودة إلى الصحوة الإسلامية، خدعوا الشباب بهذه المسميات. فعلينا أننا ننتبه لأولادنا وأن نأخذ بأيديهم وأن نحذر من هذه الفئات الضالة ومن مصائد الشيطان، شياطين الإنس والجن، علينا أن نحتفظ بهم، علينا أن نحذر من هذا الفكر الذي يتخلل بين المسلمين ويقتنص الجهال والأغرار والشباب. علينا أن نسد الطريق عليه وننتبه له. والله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ف
فلا يتقابل حق وباطل إلا وينهزم الباطل. لكن الشأن في الذي يقوم بالحق من هو؟ الذي يقوم بالحق هم علماء الأمة وعقلاؤها الذين يجادلون بالحكمة ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا هو سبيل النجاة بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الصواب وأن يصلح شباب المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف عنا طغيانهم وبغيهم وعدوانهم، واجعل ذلك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين، وأعنهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود للإخوة في الكويت ولعلهم يستعرضون أسئلتهم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ صالح فوزان على ما قدم. السؤال: هو البعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. قالوا: وما دام أنه لم يقودنا بكتاب الله فليس له السمع والطاعة، فما قولكم حفظكم الله؟ نعم، هو يقود بكتاب الله، لكن لا يلزم من هذا أنه لا يخطئ. ما يلزم من هذا أنه لا يخطئ، لكن إذا كان يقود بكتاب الله ولو أخطأ بعض الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر، ولو أخطأ بعض الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر يجب طاعته. نعم حفظكم الله. هناك من يستدل بجواز الخروج على الحاكم بخروج عبد الله بن الزبير على الحجاج وخروج الحسين رضي الله عنه على يزيد، فما صحة هذا الاستدلال حفظكم الله؟ عبد الله بن الزبير لم يخرج على ولي أمر، لأنه بعد وفاة يزيد بقي الأمر مترددا، فعبد الله بن الزبير خرج في هذه الفترة التي ليس للمسلمين إمام عام، ليس للمسلمين إمام عام. وهو صحابي جليل ومجتهد رضي الله عنه، لكنه لم يخرج على إمام عام للمسلمين. الحسين غرر به رضي الله عنه، خدعته الشيعة وطلبوه ليوقعوه، لما وقع في الفخ تخلوا عنه فقتل رضي الله عنه، فهو انخدع به. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما موقفنا حفظكم الله من أولئك الأقوام الذين يهيجون الشباب على حكامهم، ثم إذا حصل فساد في البلاد خرجوا يستنكرون ويدينون أنهم لم يكونوا النواة الأولى لهذا الشر العظيم؟ هذه طريقة المنافقين من قبل، هم الذين يدسون الشر بين المسلمين، ثم إذا ظهر آثاره صاروا يتبرؤون منه لأجل أن يذهبوا التهمة عنه. هذا شغل المنافقين. أما إن كان هذا عملهم رجوع إلى الحق والصواب، والله يتوب على من تاب. إذا قالوا: والله إنا أخطأنا والآن نتوب إلى الله ونرجع إلى الصواب، يقبل توبته. أما إذا كانوا باقين على الفكر ولكن تظاهروا بضده من أجل الخداع والمكر، هذه طريقة المنافقين. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما قول فضيلتكم في من يقول أن ما يحصل من هؤلاء فتنة ينبغي اجتنابها واعتزالها وعدم الخوض فيها، فهل هذا يدل على جهل منه أو فساده؟ هذا الكلام لا يصح، ما يجب السكوت عنهم ولا يجب عدم الخوض، يجب بيان ضلالهم وبيان أخطائهم حتى لا يغتر بهم غيرهم. أما إذا سكتنا عنهم سرى شرهم في شباب المسلمين، فلا بد من الوقوف في وجوههم وكشف شبهاتهم
ورد باطلهم حتى يفتضح أمره. الله جل وعلا رد على الكفار والمشركين والمنافقين ولم يترك شبهاتهم تروج على الناس، بل أبطلها سبحانه وتعالى ورد عليها في محكم كتابه لأجل أن لا ينخدع بها من ينخدع من الناس. نعم. يقول السائل: هل يصح إطلاق الخوارج على هؤلاء الذين يفجرون؟ وماذا نرد على من يتورع على إطلاق مسمى الخوارج عليهم؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين وقادتهم من صنف هؤلاء؟ أصل منشأ هذه الطائفة خوارج، لكن زاد شرهم، تجاوزوا ما يفعله الخوارج. الخوارج ما كانوا ينسفون البيوت ويفجرون المساكن والمتاجر، ما كانوا يعملون هذه الأعمال وهذه الغيلة. الخوارج كانوا يبرزون في المعارك يقاتلون، ما كانوا يهجمون على بيوت الناس الآمنين ويروعون النساء والأطفال. فهم أشر من الخوارج، منشأهم من الخوارج لكن زادوا عليهم، فهم أشبه ما يكونون بالقرامطة والمنظمات السرية، لكن أصلهم، أصل فكرتهم فكرة الخوارج، لكن تطور أمرهم إلى أن زادوا على ما يفعله الخوارج، فهم شر منهم. ولا يجوز التورع عن إطلاق لفظ الخوارج عليهم، لأنهم خوارج في الواقع وفي الأصل، بل هم شر كما ذكرنا. نعم. يقول السائل: هناك جماعات إذا أمرتهم بالسمع والطاعة قالوا: هذه الأحاديث في الحكام الذين قبلنا وليس كل الحكام. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عامة إلى أن تقوم الساعة، بل قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول: عليكم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا عام للأمة إلى أن تقوم الساعة، وليس خاصا في زمان مضى، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة إلى أن تقوم الساعة. فكل الأدلة من الكتاب والسنة عامة إلى أن تقوم الساعة. الذي يخصصها في وقت دون وقت هذا إما جاهل وإما مضلل. وهذا يصف الشريعة بالقصور وأنها للعهد المضى. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو الكتاب والسنة. نعم. صاحب الفضيلة، هناك من يقول: إخواننا يقتلون في كل مكان، ويدعو هو للجهاد وعدم طاعة ولي الأمر في هذا الباب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا كان إخواننا يقتلون في كل مكان، نقتل أولادنا وبيوتنا والمسلمين، هذا يعني يصبح هذا انتقام، يفرحون اللي يقتلون إخواننا في تلك البلاد، يفرحون بهذه التفجيرات وهذه في بلادنا، فهل هذا جهاد؟ وهل هذا نكاية بأعدائنا؟ هذا نكاية بنا نحن، هذا نكاية بالمسلمين. نعم. أشكر الأخوة في الجوف، وعلى أن ننتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن مساعد مع فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة. يقول السائل: نحن نعتقد الحق وندين الله به، ولكن لا نحب أن نتهم في ديننا إذا دافعنا عن ولاة الأمر وبينا المنهج الصحيح، فهل في هذا نقص وقدح في ديانتنا؟ نعم نعم، هذا نقص وقدح في التدين. الواجب أن نبين الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. ولو اتهمونا بالمداهنة واتهمونا بمصانعة ولاة الأمور، نحن نبين الحق ونوضح الحق ونرد على أهل الباطل، هذا واجب علينا ولا نخشى فيه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: هل يكون قتل الخوارج لأحد الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهم فاقتلوهم. والسؤال الآخر عن حديث: إن الذي يقتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهل هو في النار؟ ليس من حق كل أحد أن يقتل الخوارج، وإنما هذا من صلاحيات ولاة الأمور. فإذا جند ولي الأمر جندا لقتال الخوارج فإننا نقاتل تحت رايته، فقاتل التي تبغي
حتى تبيع إلى أمر الله. أما إن كل واحد يقتل شخص يقول هذا من الخوارج هذا فوضى. وأيضا من اللي يثبت أنهم من الخوارج؟ ربما ينتهزون الفرصة فيقتلون الناس يقولون هؤلاء الخوارج. لابد من ضوابط الأمور. هذا السؤال. السؤال الثاني ما هو؟ نعم، عن حديث إن الذي يقتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فهل هو في النار؟ لا يفهم منه أنه كافر، يفهم منه أنه من أهل الوعيد وأنه معرض لدخول النار، داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا تحت المشيئة، شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. يقول السائل: هناك من يقول أن الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب وتكثر من هذه المحاضرات، فلماذا لا تقوم بالمقابل بمحاربة الربا والبنوك الربوية والفواحش المنتشرة؟ فما توجيهكم لمن يقول ذلك؟ يا إخواني العلماء ما قصروا في هذا، حذروا من الربا وحذروا من المعاصي وحذروا من المنكرات، ما سكتوا عن هذه الأمور. ولكن هذه الأمور أكل الربا هذه أهون خطر من الخروج على المسلمين ونقض عصا الطاعة، تفريق الجماعة، تسليط الأعداء. الذنوب تتفاوت. نعم أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب والمنكرات فيها كبائر، لكن هي أخف ضررا من الخروج على ولاة الأمور بشق عصا الطاعة، لأن أكل الربا وارتكاب الكبائر هذه ضررها على الأفراد، أما الخروج على ولاة الأمور فهذه ضررها على الأمة وعلى المسلمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله أن ولاة الأمور عطلوا الجهاد، فهل هذا يكفي وهل يوجد اليوم جهاد؟ ولاة الأمور ما عطلوا الجهاد، ولكن الجهاد له شروط، إذا توفرت يقوم علم الجهاد، أما إذا لم تتوفر فإنه لا يجوز إقامة الجهاد مع ضعف المسلمين، لأن هذا تعريض لهم للخطر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويضايق ويهاجم المسلمون، ولم يأمر بجهاد الكفار حتى هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية والقوة والاستعداد، فحينئذ أمر بالجهاد. الجهاد لا أحد يمنع الجهاد إذا توفرت شروطه ومقوماته، فينبغي معرفة هذا. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أي الصفات الآتية تنطبق على هؤلاء، الفئة الضالة أو الخوارج أو الفئة الباغية؟ كلهم تنطبق عليهم، هم خوارج وهم بغاة وهم طغاة، كل الأوصاف تنطبق عليهم. نعم. صاحب الفضيلة، هل يمكن أن يقال إن من أسباب وجود هذا الفكر الضال هو وجود فكر تغريبي مجاهر بضلاله عبر وسائل الإعلام؟ نعم، هناك أسباب لهذا الفكر الضال، منها إهمال المسلمين وتغافلهم عن هذا الفكر حتى تغلغل في أولادهم ولم يحذروا منه ولم يأخذوا حذرهم قبل أن يستفحل هذا الأمر. لا شك أن هذا من أعظم الأسباب، فلو أنهم انتبهوا من الأول وحافظوا على أولادهم وحافظوا على الدراسة المنهجية التي فيها دراسة العقائد الصحيحة بالمدارس والمعاهد والكليات، لو حافظوا على هذا تعلموا العقيدة الصحيحة وعرفوا الحق من الباطل. لكن كل هذا بسبب ضعف الدراسة من ناحية، وبسبب إهمال الآباء وإهمال المعلمين من ناحية أخرى، فالأمور لها أسباب بلا شك، لكن لعل ضارة نافعة كما يقولون، لعل المسلمين ينتبهون من هذا الحدث فيراجعوا صوابهم ويراجعوا شأنهم ويتداركوا أمرهم. نعم. هل من كلمة لمن اشتغل بتصنيف الناس إلى فرق إخواني وقطبي وجامي بدلا من الاهتمام بالدعوة والاجتماع؟ نحن نبين الأخطاء فقط، أما أن نصنف الناس فلا يجوز هذا، لأن هذا يوقع الشر والفتنة ويزيد الشر شره والفرقة فرقة. لكن نبين الأخطاء ونبين الصواب، وكلنا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكون جماعة واحدة بدل أن نكون جماعات. هذا نتيجة تحزبات،
فلو أننا تركنا هذه التحزبات وكنا كما كانت هذه البلاد من عهد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهد قريب كانوا جماعة واحدة ويدا واحدة بإمامهم وبعلمائهم وبعامتهم كلهم جماعة واحدة، ما عرفنا هذه التقسمات وهذه الأفكار إلا من سنين قليلة، فعلينا أن نتركها ونرجع إلى ما كنا عليه من الحق والهدى ونترك هذه الانقسامات. ولكن علينا أن نترك التنابز بالألقاب، علينا أن نترك التنابز بالألقاب، يقول هذا إخواني، هذا جامي، هذا كذا، هذا كذا، يزيد الشر شر. لا مانع أن نبين الأخطاء من غير أننا نقول فلان وعلان، نقول هذا خطأ وهذا صواب فقط. نعم. لماذا لا تصدر فتاوى من كبار العلماء تحذر من رؤوس الخوارج مثل بن لادن والفقيه والظواهري حتى لا يغتر بهم كثير من الناس؟ ظهر من هيئة كبار العلماء عدة قرارات في التنديد لهذه الأعمال وأصحابها، عدة قرارات ظهرت، وفي ضمنها التنديد بمن يدبرونها ومن يخططون لها، يدخلون في هذا ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، لا يخفى عليكم تأثير أسامة بن لادن على الشباب في العالم، والسؤال: هل يسوغ لنا أن نصفه أنه من الخوارج، لا سيما أنه مؤيد للتفجيرات في بلادنا وغيرها؟ كل من اعتنق هذا الفكر هو من الخوارج، كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه حرض عليه هو من الخوارج، بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. نعم. نسمع كثيرا يا شيخ مقولة تقول: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، وقائلون لهذه العبارة يقولون: لا تردون على العلماء الذين يخطئون خطأ بسيطا ولا تصدعون الصف، ويدعون إلى وحدة الصف، أرجو بيان الحق في ذلك. هذه القاعدة تفرق الصف، ما هي تجمع الصف، لأن كوننا نرم الجرح على فساد لا يصلح، هذا ما هو بعلاج. العلاج أن نبين خطأ المخطئ وصواب المصيب، ونرد على الشبهات حتى يتحد الصف على الحق. ما ينفع الاجتماع مع وجود الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب والأفكار، ما ينفع هذا، هذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلا بد من اجتماع الكلمة على الحق، ولا بد أن نبين، ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نبين الخطأ من الصواب، ويرجع المخطئ إلى الصواب، والمصيب يحمد الله على ويسأله الثبات. لا بد من هذا، هذا هو العلاج. أما أننا نرم الجرح على فساد كما يقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فلا بد من أن نبين ما يضر المسلمين والأفكار المنحرفة والأفكار الضالة، ونحث على الاجتماع على الحق على الكتاب والسنة، لأنه ما يمكن أن يجتمع المسلمون على غير هذا. قال تعالى: هو الذي أيدك، والذي قال الله جل وعلا لنبيه: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولا يؤلف بين المسلمين إلا الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى التوحيد والعقيدة الصحيح. أما أننا نجمع المبتدع مع السني مع الشيعي مع القبوري مع المبتدع، فلا يصلح هذا، هذا تجميع وليس علاجا. فعلينا ان والاجتماع على الحق ولو كان اهله قليلين، فان فيه الخير وفيه البركه. اول ما بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبره ليست بالكثره والتجمع، العبرة بالحقيقة والصحيح، ولو كان أهل الحق قليلين فإن فيهم الخير وفيهم البركة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما الحكم الشرعي الذي يمكن أن يطلق على الفئة الضالة، وهل تعد هذه الفرقة من الخوارج، وهل يدعى عليهم؟
يعني كلام من الأول كله راح محاه الليل أو النهار. نعم، من 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 دعا إلى فكر الخوارج وقام به منفذه فهو من الخوارج. الخوارج تكون وتلخص مذهبهم ثلاث مسائل. مسألة الأولى تكفير المسلمين، تكفير المسلمين بالكبائر التي هي دون الشرك، هذا مذهب الخوارج. الأمر الثاني الخروج على ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة. الأمر الثالث من صفات الخوارج استحلالهم لدماء المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذه صفات الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يا شيخ هل يمكن الترحم على الخوارج الذين ماتوا في قتال أو غير ذلك، وهل يصلى على من مات منهم، وهل يدفن في مدافن المسلمين؟ خلاف بين العلماء في حكم الخوارج. الجمهور على أنهم مسلمون، أنهم لم يخرجوا من الإسلام لكنهم اعتبرون من أصحاب الكبائر، فيصلى عليهم ويدعانهم. والقول الثاني وعليه جماعة من المحدثين كالإمام البخاري وغيره أنهم كفار، أنهم خارجون من الإسلام، على هذا لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم. المسألة ترجع إلى الاختلاف في حكمهم عند العلماء، فمن لا يرى كفرهم يصلي عليهم ويدعون، ومن يرى كفرهم فإنه يبتعد عنه. نعم. كيف يكون الخروج على ولاة الأمر وهل له مراتب؟ الخروج على ولي الأمر يكون بمعصيته ومخالفته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالذي لا يطيع ولي الأمر ويرد عليه هذا خروج عليه، هذا خروج على ولي الأمر، خروج بالقول. ويكون الخروج بالفعل وهو حمل السلاح عليه وعلى المسلمين. الخروج كما عرفتم إما أن يكون بالتكفير، وإما أن يكون بحمل السلاح على المسلمين، وإما أن يكون بالتكفير أو بحمل السلاح أو بشق عصا الطاعة، ثلاثة أمور. نعم. ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنكم قتل عاد، وما المراد من تكفير المعين؟ المراد الحث، حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قتالهم كفا لشرهم عن المسلمين. وأما تكفير المعين هذه مسألة خلافية، لأن المعين لا بد أن تنطبق شروط وتنتفي موانع في تكفيره. نعم. كيف نرد على من يقول أننا ليس في عنقنا بيعة لولاة الأمر في هذه البلاد مع أنه بيننا، ويقول أنه بايع رجلا في جبال أفغانستان؟ هذا خروج، هذا مذهب الخوارج. تلزم طاعة ولي الأمر ببيعة أهل الحل والعقد له، وليس كل واحد بايع. إذا بايع أهل الحل والعقد فإنها تلزم طاعته على جميع المسلمين الذين في ولايته، وليس من لازم هذا كل واحد يبايع. الصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر الصديق في السقيفة وهم أفراد، وأطاعته الأمة كلها، لأن المسلمين يد واحدة، جماعة واحدة. فإذا قام أهل الحل والعقد واختاروا إماما للمسلمين ونصبوه يلزم البقية طاعته ولو لم يبايع، لأنهم يبايعون له بالنية والقصد، ما هو لازم أنهم يبايعونه بالفعل، يبايعونه ضمن الذين بايعوه من أهل الحل والعقد لأنهم تبع لهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يا شيخ ما موقفنا من إخواننا الذين يتكلمون في ولاة الأمور والعلماء، هل يكفي معهم الهجر أم يجب علينا التبليغ عنهم؟ هؤلاء على قسمين، إما أنهم خوارج يروجون فكر الخوارج فاحذروهم وحذروا منهم، احذروهم وحذروا منهم، وإما أنهم أهل غيبة ونميمة، ليسوا خوارج لكنهم أهل غيبة ونميمة، يأكلون لحوم الناس والعياذ بالله، والغيبة شر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما فسر قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فالمغتاب لا يخرج عن الإثم، إما أنه كذاب وإما أنه مغتاب يأكل لحوم الناس. وأكل لحوم العلماء وولاة الأمور أشد،
ما يترتب عليه من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور بالعلماء، يحصل من ذلك سوء الظن والتشتت بين المسلمين، فهؤلاء لا يخرجون عن كونهم إما خوارج وإما أهل غيبة ونميمة، لا يجوز مجالستهم إلا على وجه المناصحة لهم لعلهم يتركون هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، بعض الناس يحصلون الإرهاب في التفسير والقتل، وهناك أمور أخرى مثل نقد المناهج التعليمية وتمييع في الدين والطعن في الدين، أليس هذا من الإرهاب الذي يجب أن يحارب؟ الإرهاب يكون بالفعل بالتفجير وبالقتل وبالتهديد، ويكون بالفكر أيضا، فيها أفكار إرهابية، هذا من الإرهاب بالفكر، اللي يقول أن المناهج مناهج الدراسة كلها غلو وكلها تطرف، هذا إرهاب فكري يروع المسلمين من هذه المناهج ومن دراسة العقيدة الصحيحة ويصفها بأنها إرهاب، هذا إرهاب فكري والعياذ بالله، كلهم أهل إرهاب، إرهاب بالفعل أو إرهاب بالفكر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، أعيش في بلاد الكفار، هناك غلاة من هؤلاء الخوارج الكثير، فهل يجوز أن أبلغ عنهم للكفار، وكيف أتعامل معهم؟ إذا كنت تستطيع مناصحتهم والبيان لهم فناصحهم وبين لهم، لعل الله أن يهدي من يشاء منهم، وإن كنت لا تستطيع فاعتزلهم وابتعد عنهم، ابتعد عنهم واعتزلهم لتسلم من شرهم، ولست مكلفا أنك تبلغ عنهم في تلك البلاد إلى من هو شر منهم من ولاة الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هناك من يقول أن لهذه الفئة حسنات وسيئات، ويجب أن نتذكر حسناتهم مثل ما نتذكر سيئاتهم، أو ويجب أن نذكر حسناتهم مثل ما نذكر سيئاتهم. ما هي الحسنات؟ تهديم البيوت وتقتيل وترويع وإتلاف الأموال وقتل المسلمين والمعاهدين، هذه حسناتهم؟ ما لهم حسنات ظاهرة، أما فيما بينهم وبين الله فنحن لا نعلم الغيب، لكن ظاهرهم أن ما لهم حسنات ظاهرة، والذي دافع عنهم هذا يكون مثلهم، ترى حكمهم وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم، إذا كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم، فليحذر المسلم من هذا أنه يكون منهم وهو لا يدري، أنه يدافع عنهم أو يبرر فعلهم أو يعتذلهم. نعم. سؤال يقول: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بكلاب النار، فهل هذه التسمية يجوز إطلاقها على هذه الفئة المارقة؟ من اتصف بهذه الصفة فهو نعم ينطبق عليه هذا الوصف، من حكم عليه بأنه من الخوارج انطباق صفتهم عليه ينطبق عليه الحديث. نعم. بعد هذه الأحداث أصبح الناس ينظرون إلى الملتحي نظرة اشمئزاز، ويقول له: احلق لحيتك وارمي بها في الحمامة والعياذ بالله، فما توجيهكم يا شيخ؟ هذا ما هو كلام أهل الإيمان، هذا كلام أهل النفاق، هذا منافق بقلبه نفاق من الأول، فلما جاءت هذه المحنة أظهر نفاقه، وأما أهل الإيمان فلا يقولون هذه المقالة، لأن اللحية سنة وإعفاء اللحى سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول سنة يعني مستحب، بل هي واجب إعفاؤها لأن الرسول أمر بإعفائها، لكن إعفاؤها واجب وحلقها حرام، والمؤمن لا يقول هذه المقالة، لا يقول احلقها أو هذه صفة الخوارج، يا سبحان الله، صفة الرسول صفة أهل الإيمان صفة الخوارج، هذا من الكذب والافتراء. هارون عليه السلام ماذا يقول لموسى؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خصال الفطرة إعفاء اللحى، من خصال الفطرة ومن سنن المرسلين، فما يكون هناك مؤمن يصف اللحية بهذه الأوصاف، لكن هذا عنده نفاق، إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي، فلما جاءت هذه المحنة أظهر ما عنده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، يستدل من يقوم بالتفجيرات بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد ابن حنبل، هذا من الافتراء، هل الإمام أحمد فجر في بغداد؟ هل شيخ الإسلام ابن تيمية فجر في وقته على يعني مع أنه في مواجهة التتار ومواجهة ناس ساءوا إليه صبر واحتسب ومضى في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا من الافتراء على الإمام أحمد والافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
نرجو توضيح حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب. هذا خطاب لولاة الأمور أنهم لا يمكنون المشركين من الاستيطان في بلاد العرب، في جزيرة العرب، من الاستيطان. أما أنهم يأتون لأعمال أو لتجارة أو لمصالح أو سفرة ولا يستوطنون فلا مانع من ذلك. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه بالمسجد، نصارى نجران وغيرهم كانوا يدخلون عليه بالمسجد، وربط أثامة، ربط ابن أثال ثمامة ابن أثال وكابر ربطه في المسجد حتى أسلم. فكونهم يجون لمهمات هذا ليس بممنوع، أما استيطانهم لا يمكنون من الاستيطان، ولكن هذا من صلاحيات ولاة الأمور، هم صلاحيات كل أحد. نعم. يقول السائل: الذين يفجرون يقولون إن الخوارج كانوا في مواجهة مع ولاة الأمور، لكن الآن المفجرين يقتلون اليهود والنصارى، اللي ينسفون عليهم البيوت الآن والمتاجر والمكاتب، مسلمون ولا يهود ونصارى؟ يقتلون المسلمين، وكذلك يقتلون المستأمنين من الكفار. اللي عندنا مستأمنون لهم عهد لا يجوز قتلهم، وفاء بالعهد بينهم وبين المسلمين. ليس هذا قتالا للكفار، قتل الكافر المعاهد ليس قتالا للكفار، وإنما هو خيانة للإسلام وخيانة لذمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن من أسباب وجود الخوارج في بلادنا عدم تحكيم البلاد للشريعة وبسبب الولاء للكفار، فكيف على ذلك؟ كلام باطل. هل البلاد ما تحكم الشريعة؟ أو في كل حارة وفي كل قرية وفي كل محافظة محاكم شرعية مشرعة أبوابها للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وقضاة؟ هذا من الكذب على هذه البلاد. البلاد ولله الحمد تحكم بالشريعة، لا نقول 100% فيها أخطاء، لكن في الجملة هي تحكم بالشريعة والحمد لله، مش غيره لا تحكم بالشريعة. إيش؟ وبسبب الولاء للكفار. ما والت الكفار، تتعامل مع الكفار. الإسلام أباح لنا التعامل مع الكفار، بل أباح لنا الإحسان إليهم إذا لم يسيئوا إلى المسلمين، أن نحسن إليهم، نحسن إلى الكفار مكافأة. الإسلام ما، فالتعامل مع الكفار شيء والموالاة شيء آخر. التعامل معهم في المصالح أمر مباح، المسلمون بحاجة إليه، أما المحبة في القلوب هذه هي المحرمة التي لا تجوز. فأنت تتعامل معه المصالح لكنك تبغضه من ناحية العقيدة، من ناحية الدين تبغضه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سمعت من بعض الدعاة إن سبب الإرهاب هو قراءة كتب أئمة الدعوة، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ هذا بالعكس، أئمة الدعوة يدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة، وليس فيها إرهاب. نعم، هم يفسرون الإرهاب بأنه تكفير الكفار، يسمونه إرهاب، ويسمون الحكم على المرتد الذي ارتكب ناقضا أو نواقض الحكم عليه بالردة يسمونه إرهاب. هذا بزعمهم، يفسرون الإرهاب على هواهم، هذا ليس إرهابا، هذا حكم الله ورسوله ليس إرهابا. نعم. يقول: هل تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين جائز شرعا؟ هذا يرجع إلى الواقع، إذا كان المجتمع فيه مسلمون وفيه كفار يقسم، ما إذا كان ما فيه إلا مسلمون فلا يجوز، لأن هذا حكم على بعض المسلمين بالكفر. نعم. يقول: إن البعض تأخذ الحماسة ويؤيد بعض الأفعال للجماعات المنسوبة على الإسلام، مثل خطف الرهائن والأسرى الأجانب وعصب عيونهم وتصويرهم وعرضهم في القنوات، ويقولون إن ذلك ردا على العدو وترهيبا له وردا على ما يفعله الأعداء بإخواننا في السجون. هذا الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان الكفار أساءوا وحصل منهم اعتداء فلا يجوز أن تأخذ المستأمنين والمعاهدين الذين في بلاد المسلمين تأسرهم وترهبهم، هذا لا يجوز، هذا خيانة، وهذا الذي عندك ما فعل شيء، هل كيف تؤاخذ بفعل غيره؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا خيانة للعهد، لأن هؤلاء يعاهدون، لهم ذمة، لهم عهد، لهم أمان، فلا يجوز أخذهم رهائن ولا يجوز اختطافهم، بل يجب أن يؤمنوا حتى يرجعوا إلى بلادهم. ما داموا في بلاد المسلمين لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، يجب الوفاء في حقهم. هذه التصرفات ليست من الإسلام، هذه إما من جهال لا يعرفون الإسلام
وإما من أهل شر يريدون أن يشوهوا الإسلام بهذه الأعمال، والإسلام منها بريء. نعم. يقول إن بعض مدعي العلم بالوسطية يزعمون أن من الوسطية عدم الرد على المخالف، وكذلك مد الجسور مع أهل البدع. هذه ما هي وسطية، هذه تطرف. الوسطية أنك تقبل الحق وترد الباطل، هذه الوسطية. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي الوسطية. وأما الرد على المخالف هذا أمر واجب. الله رد على الكفار والمشركين والمنافقين في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم في السنة، والأئمة ردوا على المبطلين. لا بد من بيان الباطل والرد على أهل الباطل، وليس هذا من التطرف أو الغلو أو الإرهاب كما يقولون، بل هذا من بيان الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا بد من البيان، رد الباطل ونصرة الحق، هذا أمر لا بد منه. نعم. يسأل سائل يقول: يا شيخ، ما الفرق بين الخوارج وأهل البغي؟ فرق بينهم العلماء بأن أهل البغي الذين لهم تأويل سائر ظنوه حقا، أما الخوارج ليس لهم تأويل صحيح، وإنما هم على خطأ. الخوارج ليس لهم تأويل صحيح، وأما البغاة فلهم تأويل صحيح لكنهم استعملوه في غير محله. نعم. هل يلزم للشخص أن يكفر بكل كبيرة حتى يوصف بأنه من الخوارج؟ اللي يكفر بالكبائر التي دون الشرك هذا من الخوارج، هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة. نعم. يروج البعض أن هذه المحاضرات المباركة التي يقوم بها العلماء للرد على الشبهات إنما هي تحت الضغوط، فما الرد على ذلك؟ هذا هو اللي مضغوط عليه، وعلى فكره اللي يقول هذه المقالة هو اللي مضغوط عليه من قبل أهل الباطل. أما العلماء فليس عليهم ضغط، وإنما يبينون الحق ويبرئون الذمة ولله الحمد. وهذا من محاسن هذه الدولة، أنها تمكن العلماء من بيان الحق والرد على الباطل ونشر العلم النافع. ما هي الفتنة؟ وهل نحن في زمن فتنة؟ الفتنة الابتلاء والامتحان، وهي تختلف اختلاف الأمور. المال فتنة، والأولاد فتنة، والافتراق والاختلاف فتنة، والكفر أعظم الفتنة. الفتنة والكفر أعظم الفتنة. نعم. يقول السائل: يا شيخ أحسن الله إليك، نحن في بلد ليس لنا ولاة مسلمين، والفرق الدينية كثيرة، فكيف نفعل إن كان ولي الأمر غير مسلم؟ تعملون ما تستطيعون وتمسكون بدينكم وتعملون ما تستطيعون، والذي لا تستطيعونه لا يسألكم الله عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا تمكنتم من الهجرة إلى بلاد تظهرون فيها دينكم وجبت عليكم الهجرة، وإذا لم تستطيعوا فعليكم بالتمسك بدينكم وفعل ما تستطيعون. نعم. حتى ييسر الله لكم الهجرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.